ليس غريبا اجتماع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هونغ كيو آن ومرافقوه بمسؤول ورجال أعمال السعوديين في جدة، فالمملكة رابع أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بينما تعد كوريا الجنوبية خامس أكبر شريك تجاري للمملكة. تم مناقشة مع دولة الرئيس كيفية نقل التقنية والصناعة إلى المملكة، وشرحنا له إنه المملكة العربية السعودية من دولة مستوردة تتطلع تكون دولة منتجة. إن شاء الله سوف يتمخض عن تعاون اقتصادي مميز ما بين القطاع الخاص ودولة كوريا، وطرحت عدة أفكار جديدة سوف يتم إن شاء الله تنفيذها، وسوف يتم التعاون توقيع اتفاقية بين وزير التجارة والاستثمار السعودي ووزير التجارة الكوري لوضع إطار تعاون ما بين البلدين. أكثر من 50 عاما من التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين، والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقات البينية بتشريف خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الكوري، التي تعكس الأهمية المتزايدة لبناء الفرص وتطوير الاقتصاد الذي تنتهجه الدولتان. والله الاجتماع اليوم اجتماع جدا ناجح جدا، وبالأخص الجماعة الكوريين لهم يعني من قديم من عام 70 وهم متعاونين خاصة في البنية التحتية، والآن إن شاء الله مع الرؤية الجديدة رؤية 2030 إن شاء الله حيكون في تطور كبير وفي تطور سلعي إن شاء الله، وفي تعاون على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع الخاص. تأسست العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا عام 1962، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 47 مليار دولار، مما يؤكد قوة العلاقة بين البلدين. فهد السمحان، الإخبارية، جدة.